تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 28 فبراير 2017. نفس المقدمة اللي بقولها ولكن باختصار شديد. لا أقصد أحدد مواعيد، لا أقصد أخوف حد، لا أقصد أقول شيء. أنا يهمني زي ما قلت من شوية صغيرة في إجابة أستاذنا الحبيب ميشيل، نكون مستعدين. حياة اليقظة الروحية، دايما خلي أقصد بالمعنى الروحي أحقائكم ومنطقة وأحذيتكم في أرجلكم. كونوا مستعدين في حياتكم الروحية، اللي ربنا يريد بيه في أي وقت تشكر ربنا عليه وتنفذه، لأنه هو أكيد مختار لك الخير. العالم احنا بنشوف بيسود ظلام كتير قوي، فمحتاجين نكون مستعدين لأي وقت يجي فيه ربنا أو أي واحد يسلم وداعته، أو لو الظلام حقيقي ساد بطريقة ما حصلتش، الظلمة الكبيرة أو الضيقة العظيمة اللي مش هيكون فيها أسلوب تجميع إضاءة في العالم إلا الزيت اللي هيكون بعمل الروح القدس جمعناه في أنيتنا زي الخمس عذار الحكيمات. اللي أقصد أقوله، عيش حياة يقظة روحية على قد ما تقدر، لأن هو ده اللي هتقدر تعمله. لو هتستنى لغاية ما الضيقة تيجي اللي هي بدأت بالفعل، ساعتها مش هتقدر. كن مستعد، منتظر مجيء ربنا أو منتظر تسلم وداعتك في أي وقت. كويس؟ ربنا قال لنا علامات كتيرة هتحصل في الزمان الأخير اللي أعتقد ابتدينا نشوفها. قال لنا هيكون في حروب، أخبار حروب، أمة على أمة، مملكة على مملكة. دايما يفضلوا يهددوا بعض كتير، زلازل تزيد، وتزيد يقصد ان هو يقول في العدد وفي القوة، تكون زلازل عظيمة في أماكن أرقام ما سمعناش عنها من قبل زي بتاع اليابان وغيره، مجاعات بسبب الجفاف اللي حيزيد في العالم وقدام عينينا، أوبئة، أمراض غريبة نبتدي ما كناش نسمع عنها بتزيد، ونسب الأمراض اللي كانت وحشة بدأت تزيد، مخاوف، الناس خايفة من بكرة، خايفة من الحالة الاقتصادية، خايفة من الحالة المادية، خايفة من المشاكل اللي بتحصل، من الاضطهاد اللي بيحصل، من الشر، من الشذوذ، من غيره. علامات عظيمة في السماء وحاجات بتحصل، وتساقط أجسام فضائية على الأرض بشكل كتير قوي، دخان يزيد زي البراكين وغيرها. كل ده المطلوب مننا أنه كل من يدعو باسم الرب هو اللي يخلص في هذا الزمان. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ بقول لأسباب كتيرة، منها ثلاث حاجات. واحد، عشان ما نخافش. ربنا سبق وأخبرنا أن ده يحصل قبل ما يحصل، عشان لما يحصل ما نخافش. قال لنا كل ده لازم هيحصل. الحاجة التانية، عشان نؤمن. فإدانا حاجات اتقالت من 2000 سنة وأكتر بتحصل قدام عينينا، عشان نصدق إزاي الكتاب ده دقيق جدا ورائع في كل كلمة قالها. في زمن بيشككون في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل بيشككون في وجود ربنا نفسه صاحب الكتاب المقدس. والحاجة الثالثة واللي هي هدف الخدمة دي واللي هي الأساسية، عشان حياة الاستعداد، زي ما قال لنا الكتاب المقدس، متى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. المطلوب ارفع رأسك لفوق، بص على السماويات، على مصيرك السماوي، لأن هو ده المهم. علامات في السماء. بعض وكالات الأخبار بتتساءل، هي ليه ناسا بتعمل كده؟ ليه ناسا بتستغل اكتشاف شوية كواكب جديدة علشان تنشر بأي شكل فكرة احتمالية وجود كائنات فضائية، وتبتدي الناس تفكر ليه المهار؟ ايه ده انا هشوف كائنات فضائية، ده في غزو فضائي جاي، ده يلا هيحصل وهيحصل وهيحصل من الكائنات الفضائية. ليه ناسا بتعمل كده؟ رغم ان الناس ما عندهاش دليل واحد على وجود حياة في الفضاء حتى الآن. بالفعل بسبب اللي بتعمله ناسا، يزداد جدا معدل ادعاء رؤية كائنات فضائية ومركبات فضائية، ويوصل لأعلى معدل له في التاريخ. يوم 23 و24 فبراير، 8 أجسام فضائية تعد بالقرب من الأرض، ومنهم واحد كان اقترب جدا من الأرض، وهذه المقاييس بتاعته بالضبط اللي قالنا عنه الكتاب المقدس في تساقط الأجسام الفضائية، أو اللي هي بالكلمة اليونانية كانت أسترو أو النجوم. كسوف حلقي
أو اللي ما يسمى بحلقة النار حصل في أمريكا الجنوبية، ده من ياهو نيوز. الطقس، عواصف قوية هي اللي سببت أعاصير في تكساس وفيضانات في كاليفورنيا، وهذا المنظر. عمدة سان أنطونيو يعلن حالة الطوارئ بعد ضربت المنطقة بأربع أعاصير. مناطق كبيرة فعلا خربت، مناطق بتخرب من الأعاصير والأمطار الكتيرة، ومناطق بتخرب من عدم وجود مية من أساسه. بسبب الأمطار الكثيرة، تحذير من انهيار سد في نيفادا، ده من لوس أنجلوس تايمز. إخلاء 14 ألف شخص من سان جوسي في كاليفورنيا بسبب الفيضانات، هذه منظر الناس ماشية في الشارع إزاي. في كازاخستان بسبب كثرة السلوج، الناس مش بتشيل التلج من قدام بيتها عشان تعرف تخرج، الناس بتحفر أنفاق في التلج عشان تعرف تخرج من قدام من بيتها من كمية السلوج اللي نزلت على المنطقة دي. الناس بتعمل نفق في التلج وتفضل ماشية فيه لغاية ما تخرج. أفقر مناطق في البرازيل بتعاني من أسوأ جفاف مر بيها، وده من ياهو نيوز. ربنا يعني يقويهم على الجفاف الشديد جدا اللي حاصل والمجاعة اللي حاصلة في هذه المنطقة. الزلازل اللي زادت، وشوف الأسبوع ده كان فيه قد إيه، بعد ما كنا نسمع عن زلازل قوية تتعدى على الصوابع يعني 4.5 فما فوق، بص بينا دلوقتي نسمع عن كام زلزال. يوم الثلاثة اللي فات 31 زلزال، منهم 6.5 في بوليفيا وكتير 5 فما فوق. يوم الأربعاء اللي فات 30 زلزال، منهم 5.8 في بحر سكوتشيا وكتير 5 فما فوق، فبينا نسمع الرقم 5 آسف رقم 6 مرة وأكتر. يوم الجمعة 35 زلزال، منهم 6.9 في فيجي وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 47 زلزال في يوم واحد، ده لهو في شهر ولا في سنة، ده in one day، ده من USGS، وهو in one day 47 earthquakes، منهم 5.9 في فيجي وكتير 5 فما فوق. يوم الحد 40 زلزال، منهم 6 في فانواتو وكتير 5 فما فوق. زلزال بوليفيا اللي هو كان ب6.5 سبب خسائر كتيرة، دلوقتي بينا كل اللي نسمعه زلازل بتخرب في مناطق، فعلا الأرض بدأت تاكل سكانها. زلزال بتاع فيجي اللي هو 1.6 سبب خسائر، لكن نشكر ربنا ما سببش تسونامي. تيار من 300 زلزال يضربوا منطقة بركان في نيوزيلندا. مخاوف من زلزال عملاق بعد أن ضربت منطقة في أسبانيا ب 300 زلزال في أقل من شهر. زلزال يوصف بأن هو نادر جدا قوي بقوة 5 ريختر. أي زلزال 4.5 ريختر فما فوق يصنف بأن هو قوي. يضرب شمال منطقة في روسيا، يخلي البعض يتساءل هل ده يا ترى هل ده فعلا زلزال ولا ده كان اختبار نووي في شمال روسيا. تعرفين زي ما حصل في كوريا الشمالية، وكان فعلا الزلزال بتاعهم كان اختبار نووي، أصل الأرض ناقصة تلوث. anyway، شق عملاق كبير يتسع بشدة في أنتاركتيكا ويجعل العلماء قللون. معلش ليه النهاردة أخطأت فيها، أنا آسف. ده من نيويورك تايمز. البراكين اللي زادت، بركان الهند ينشط مرة تانية، ده من CNN. خريطة البراكين النشطة يوم الحد، كل دي بدل ما افضل اقوله لكم بركان بركان، كل دي براكين نشطة في يوم واحد في العالم. اللي لون احمر ده، دي معناها ان هي اوريدي نشطة بيحصل فيها الربشن. موت الكائنات جماعي اللي زاد بشكل بشع وحدث ولا حرج، اللي كان ممكن ما يحصلش خالص في السنة أو واحد أو اتنين في السنة أو تلاتة. بص بينا نسمع عن كم حادثة في الأسبوع موت كائنات. يوم 16 فبراير موت أكتر من 300 من الأبقار بسبب الجفاف في منطقة في المكسيك. المناطق اللي بيزاد فيها الجفاف في العالم
بدأت تزيد وبتتوسع للأسف. نفس اليوم موت أكثر من 46 ألف من المشيع بسبب البرد في منغوليا. في نفس اليوم موت 100 من الأبقار بسبب الجفاف في كينيا، والجفاف في كينيا على فكرة بقي شديد جدا زيه زي جنوب السودان، زيه زي البرازيل، زي بعض المناطق في الصين، زي بعض المناطق في المكسيك. أيضا في نفس اليوم موت 86 من السلاحف البحرية في شاطئ في المكسيك. أيضا نفس اليوم موت 30 طن من الأسماك في شاطئ في كوستاريكا. بص المنظر قد إيه، كل ده سمك ميت قدام الشاطئ. على فكرة الإنسان بيبوظ الكرة الأرضية هذه الأيام. يوم 17 فبراير موت عشرات الآلاف من الأسماك في شاطئ في أستراليا. يوم 19 فبراير موت المئات من الأسماك في شاطئ في بحيرة في مينيسوتا في أمريكا. ده المنظر قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت طن من الأسماك في شاطئ في إندونيسيا. يوم 20 فبراير تقريبا 10,000 من الأسماك تموت في بحيرة في ناميبيا. يوم 21 فبراير موت عشرات من الطيور البحرية وسباع البحر في شاطئ في شيلي. كل دي حيوانات بتموت جماعة. في نفس اليوم موت 6,000 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في فيتنام. أيضا في نفس اليوم قتل 600,000 من البط بسبب إنفلونزا الطيور في فرنسا. ملاحظين إن إنفلونزا الطيور انتشرت شبه في العالم كله، وده من راشن تايمز. أيضا في نفس اليوم موت 500 من الطيور البحرية في شواطئ إيداهو في أمريكا. موت 6 طن تلابيا في كوتوباتو مرة واحدة. كل ده سمك ميت. أيضا استمرار اختفاء النحل واندثاره قد يبدأ يؤثر على بعض المحاصيل، فلو المحاصيل بتموت مش بس بسبب قلة المية والجفاف والمجاعات اللي بتحصل في بعض المناطق، ده كمان في مناطق تانية علشان مفيش نحل، يعني من الناحيتين. العلماء يحذرون أن نصف عدد أجناس الكائنات الحية سيمحى على نهاية هذا القرن، ده من الجارديان. يعني مش بنتكلم بس على الثدييات ولا الكائنات الكبيرة اللي موجودة في أفريقيا، دي اوريدي 90% منها اندثر. ده خلاص، ده حصل بالفعل. لا ده بقية حتى الكائنات حتى الصغيرة اللي المفروض يعني ريزيلينت اللي ما بتموتش بسهولة، دي كمان نصها هتبات قريبا. مش نص أعداده، ده نص أعداد السبيشيز هتبقى أجناس منقرضة. الأوبئة 231 حالة مما يعرف باسم روس ريفر فيروس تصيب أشخاص في فيكتوريا. علماء هيرسلوا بكتيريا سوبر مضادة للأدوية للفضاء علشان يدرسوها، ده من راشن تايمز. أنا مش فاهم يعني ليه يدرسوها في الفضاء. أنتوا واخدين بال حضراتكم، أو تعليق سريع على هذه النقطة يمكن الناس اللي مش واخدة بالها. أنتوا عارفين بيبحثوا عن البكتيريا في الفضاء بأي شكل عشان يقولوا إذا أثبتنا إنه مصدر الحياة على الأرض جت من الفضاء، ليه؟ بعد ما فشلوا تماما في إثبات إن المواد الغير عضوية تطلع مواد عضوية تطلع كائنات حية. فبقي الأمل الوحيد اللي يدعوه لبداية الحياة عشان يهربوا من إن هم يقولوا في إله خالق إن هو تكون جت من الفضاء. واتكلمنا في الموضوع ده كتير بالتفصيل. في نفس الوقت اللي هم بيبحثوا عن بكتيريا في الفضاء عشان يقولوا ان هي دي مصدر الحياة على الارض، نفس الوقت اللي احنا بنرسل من الارض للفضاء بكتيريا بكميات ضخمة. معرفش اذا كنت حضراتكم عارفين المعلومة دي ولا لا، لكن تعرفوا ان كل صاروخ ومركبة فضائية بتنطلق من الارض للفضاء بيكون عليها مئات الالاف من اجناس البكتيريا والاوليات من البداية.
دي احنا بنرسلها للفضاء ونطلع ندور عليها في الفضاء عشان نثبت ان هي مصدر الحياه. فاهمين اقصد اقول ايه؟ ومعروف ان البكتيريا دي بتتحوصل في الظروف الغير مناسبه، بيحصل لها كابسوليشن، يعني مش هتموت. نبحث عنها في الفضاء عشان نقول هي مصدر الحياه، واحنا اللي بنرسلها للفضاء بايدينا. حاجه غريبه صح؟ وقدام شويه يلاقوا حجر من المذنبات او الشهب او النيازك عليه بكتيريا. هي سبحان الطبيعه والعلم اللي عارف يثبت ان الحياه مصدرها من الفضاء، واحنا اللي هنكون ارسلناها بالفعل. ما علينا. اكتشاف جزيئات مشعه خطيره عبر اوروبا، معرفش الناس سمعت الموضوع ده ولا لا، لكن مش كل الجرائد بتتكلم عليه، ولا احد يعرف مصدر هذه الاجسام المشعه اللي متطايره في الهواء، والبعض بيشير باصابع الاتهام لروسيا والتجارب النوويه السريه اللي بتعملها. الكلام ده من جريده ذا صن البريطانيه. لكن بالفعل في راديو اكتيف بارتكلز متعلقه في الهواء منتشره على عبر اوروبا. امريكا ترسل طائره استشعار المواد النوويه للنرويج لدراسه موضوع الاجسام النوويه الغامضه اللي بقت ماليه اوروبا. ميل اونلاين. طبعا لا قدر الله لو الموضوع ده زود معدل السرطان هيقولوا بصوا لو في اله خالق بيخلق ناس مشوهه. وهو ربنا ما عملش الكلام ده اللي بيعمله الموضوع ده البشر. للاسف. نعمل المصايب ونرمي العيب على ربنا. ويقولوا ما فيش ربنا، ولكن اي مصيبه يبقى سببها هو ربنا. سحابة ذرية نشطة تتحرك في اتجاه بريطانيا، وده من اكسبريس، فربنا يحافظ على الكل. مفاعل في كاليفورنيا تحت تهديد شديد من فيضانات كاليفورنيا، فربنا يستر ما يحصلش زي الكارثة بتاعت فوكوشيما. استمرار تزايد المواد المشعة من فوكوشيما بالفعل بعد كل السنين دي كلها. أخبار الحروب اللي زادت. ترامب يحس الجيش الامريكي على ان يتصدى لسيطره روسيا على الاركتيك، لانه الاركتيك فعلا روسيا دلوقتي شبه مسيطره عليه، وده من فوكس نيوز. ترامب يريد ان يتاكد ان الاسلحه النوويه الامريكيه في افضل احوالها، بعد طبعا اللي عمله اوباما وكان بيخفض منها وبيشيل كتير ويسمح لبقيه الدول. ده من وكاله رويترز. أمريكا تجمع أسطول استعداد للصين وكوريا الشمالية وإيران. حاملة الطائرات الأمريكية في جنوب بحر الصين تضرب محاولات الصين في السيطرة على المياه الدولية في جنوب بحر الصين. على فكرة الصين فعلا هي وأمريكا محتدة، ولكن بعد ما كانت إدارة أوباما بتتخاذل وبتظهر بمظهر الضعيف، إدارة ترامب بيحاول يظهر قوة أمريكا مرة تانية. الصين تعترض على هذا التصرف، وده من وكالة رويترز. الصين في قرار فجائي توقف تصدير الفحم لكوريا الشمالية. كوريا الشمالية تسخر من الصين بتعبير انها ترقص على النغمات الامريكيه. احنا دلوقتي بينا مش عارفين مين مع مين ضد مين. وده من وول ستريت جورنال. تركيا تنتهي من اتفاقيه لشراء النظام الصاروخي الدفاعي الحديث S-400 من روسيا. تركيا دي اللي المفروض تبع الاتحاد الاوروبي، اللي دلوقتي شبه منضمه لروسيا. وده اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس في حزقيال 38، حرب بتاع جوج وماجوج، ان تجارما هتكون مع رئيس روش. وبالفعل تجارما دلوقتي بقت تابعه لرئيس روش. ايران يبدو انها تستعد لحرب في الشرق الاوسط، وروسيا ترسل اسلحه بقيمه $1 بليون لطهران. وفعلا حزقيال 38 كل مالها بتنطبق او بتقترب من الانطباق. أصبح عندنا جوج وماجوج، رئيس روش ماشك وتبال، ومعاه فعلا معاه فارس، ومعاه تجارما، وكمان غالبا هينضم إليه فوت، واللي فوت غالبا احتمال تطلع الهند
مش في أفريقيا، وهنبقى نتكلم عنها مرة من المرات. قائد عسكري إيراني يقول لأمريكا: توقفي عن التهديدات التي لا تستطيع تنفيذها. آية الله يقول: سنحرر فلسطين ونزيل السرطان الإسرائيلي. غريبة إنه اليهود على قد اللي بيعملوه لكن عمرهم ما قالوا هنزيل السرطان الفلسطيني. عايزين أراضي، يس، عايزين يستعمروا ويكبروا وتبقى البركة كتيرة في أرضهم، أيوة، لكن عمرهم ما بيعملوا هذا الأمر ويدعوا إلى إبادة جماعية. قائد حماس الجديد يتجه لإيران الشيعية في صراعه مع إسرائيل. أيضا مجموعات إرهابية فلسطينية تطالب إيران أن تشترك معهم في الحرب ضد إسرائيل وبعدها الأردن. أوبا، النبوات برضو بتاعت سفر أشعياء عن كل الدول دي، مؤاب وعمون، ممكن ينطبق قريبا. رغم العداء ما بين الهند وإسرائيل، إلا أن الهند توافق على اتفاقية شراء أسلحة إسرائيلية مضادة للطائرات بقيمة 2.5 بليون، وده في تصرف غريب، دي من قروض شبه. نتنياهو يقول عن لقائه مع ترامب إنهما متفقان والعلاقات بين إسرائيل وأمريكا أصبحت أقوى. مصر والأردن يقولوا إن حل الولايتين، اللي هي مش مهمة لترامب وقال مش مهم حل الولايتين، مصر والأردن يقولوا حل الولايتين لا نقاش فيه، non negotiable. أيضا هولندا بتاع فرنسا اللي المسلمين يقتلوا المواطنين بتوعه ولكن ممنوع ان حد يفتح بقه ويتكلم على الاسلام قدام الراجل ده، يقول ان فرنسا مصرة على حل الولايتين. حزب الله يقول انه حصل على صواريخ ضد السفن. ونصر الله بتاع حزب الله يقول ان الحرب القادمة مع اسرائيل لا يوجد خط أحمر لحزب الله. السعودية وإسرائيل، مرة تانية، السعودية وإسرائيل يمثلوا تعاون مشترك مع بعض ضد إيران. أمال فين خيبر؟ خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. طبعا ما اعتقدش ان حد كان يتوقع دي، بس حزقيال 38 اشار لهذا الامر. امام في مونتريال في كندا يطالب بتدمير اليهود الملعونين بمكبرات الصوت. في فيديو 12 بيقول هذا الكلام. ايه رأيكم في المسلمين اللي يطلعوا البلاد الغربية واهم حاجة ابادة اليهود والنصارى؟ إسرائيل تقوم بضربة جوية بالقرب من دمشق لقواعد داعش. أمريكا تعتبر إرسال قوات أرضية لسوريا. مرة أخرى صاروخين يطلقوا على إسرائيل من سيناء، للأسف اللي شبه ضاعت. عارف إن كل ما بقول الكلام ده كل أسبوع في ناس بتزعل مني. لو أنتم مش واخدين بالكم إن سيناء خلاص أصبحت داعشية، مش عارف أقول إيه. لكن ده حقيقة ما حدش أعتقد يقدر ينكرها، ودور الجيش هيبقى صعب جدا لو حب يرجع سيناء اللي شبه ضاعت. فصاروخين يطلقوا على إسرائيل من سيناء بعد أن طائرة إسرائيلية بدون طيار ضربت المنطقة اللي فيها صواريخ وقتلت 5 من داعش اللي عايشين في سيناء. داعش تذيع فيديو انها بالفعل اطلقت هذه الصواريخ من سيناء على اسرائيل. يعني داعش موجودة في سيناء وعندها صواريخ وعدتها الكاملة ومش بتحارب مصر، ده خلاص الموضوع شبه خلص. ده داعش بتحارب اسرائيل من سيناء. يعني ايه الاستقرار اللي هي فيه ده؟ ادي داعش المستقرة.
داعش تطلق فيديو تطالب، وخلي بالكم يا مسيحيين مصر، وانا اسف على الخبر ده، داعش اللي بقت خلاص في مصر اللي مش مصدق تطالب بذبح مسيحيين مصر. الموضوع مش بتوعوت العريش ولا بتوعوت المنيا، داعش اللي بتتغلغل في مصر تطالب بذبح مسيحيين مصر كلهم. مجاهد من داعش، أنا آسف جدا سامحوني على الخبر المقرف ده، بس ده الإسلام في وجهه الحقيقي. مجاهد من داعش يقول أنه اغتصب 200 سيدة عراقية، وبيقول على فكرة ده المعدل الطبيعي لأفراد داعش المسلمين في العراق وفي سوريا. آدي الإسلام، إيه رأيكم؟ بيعملوا زي رسولهم. إيه الدين ده؟ معظمهم يزيديين للأسف. بالظبط، لهم أسوة حسنة في رسول الإسلام. مبيعات الأسلحة عالميا في أعلى معدل لها من ساعة الحرب الباردة، حاليا دلوقتي أعلى معدل لبيع الأسلحة بسبب العالم اللي أصبح فعلا متقلب جدا. يتكرر في ألمانيا حادث أنه راجل مسلم يقود سيارة ووسائل الإعلام ترفض تقول أنه هو مسلم، ويدهس بيها المارة متعمدا. فالحادث ده في ألمانيا الأخير اللي أصبح متكرر، قتل شخص وأصاب 2، وده من ذا صن. ويتكرر نفس الأمر في لندن. دلوقتي أصبح عارفين السلاح بتاع المسلمين إيه؟ طالما مش قادر يعمل بعملية كبيرة قوي يقتل فيها كتير من الكفرة المسيحيين النصارى، كل اللي بيعمله دلوقتي إن هو يسوق عربية ويدهس بيها كم واحد على قد ما يقدر، ويحاول يقاوم الشرطة ويتقتل ويطلع يجري على الحريات بتاعتهم المسلمين دول. مش عارف أقول إيه. إيه الديانة اللي مفيش حاجة في ذهن أتباعها غير إن هم يقتلوا الناس الأبرياء، يا يفجروهم يا يدوسوهم بالعربية يا غيره. ماليزيا تعلن ان المطار امن بعد ان هاجمت عصابة ابو سياف الاسلامية المطار بغاز الاعصاب. اخبار عامة، راباي يقول انه تغيير جينات البشر اللي بيعملها الانسان حاليا، ومشروع تغيير جينات الاجنة البشرية اللي بدأ بالفعل، بيقول هذه تشبه خطية الشعب ايام نوح واللي جه بسببها الطوفان اللي اباد البشرية. توقع بازدياد عمر البشر عن 90 سنة مع عام 2030، وده من التلغراف. الإنسان الآلي بدأ يأخذ أدوار متعددة في الجيش الأمريكي. فالجيش الأمريكي مش بس عدد، ده مش مهم العدد دلوقتي لأنه هيكون فيه جنود آليين للصبح. شركة أخرى في بلجيكا تطالب موظفيها بزراعة الشريحة الذكية. على فكرة الموضوع بتاعت زراعة الشريحة الذكية دول مش هيتوقفوا عنه، ده بأسلوب أو آخر هيستمروا فيه. عايزين كل الناس تكون معدة لابن الهلاك لما يجي. كلية طب جامعة هارفارد قد تجعل زرع شرائح إلكترونية في مخ الإنسان ده شيء عملي. اختبار السيارات اللي تقود أنفسها بيتم دلوقتي في أتلانتا. جوجل تطلق نظام جديد لتعليم ما يسمى بتعبيرات الكراهية في المواقع على الإنترنت. لو قلت حاجة ضد الإسلام يعلموا الموقع بتاعك إن هو موقع كراهية. ويكيليكس بتاعت التسريبات اللي فضحت هيلاري كلينتون وكشفت كل المصايب بتاعتها، تعلن ان عندها تسريبات كوارث لسي ان ان وغيرها من القنوات الامريكية الكاذبة. البيت الابيض قرر ان لا يدعو قناة سي ان ان ولا نيويورك تايمز ولا لوس انجلوس تايمز ولا غيرها من القنوات اللي اصبح يصنفها البيت الابيض بالكاذبة في مؤتمر صحفي. فيك نيوز، عرفنا مين الفيك نيوز دلوقتي.
جامعة واشنطن تعلن إن مراعاة قواعد اللغة الإنجليزية ده شيء عنصري. يا سلام، جامعة واشنطن إنه تنبه على الطلبة يخلي بالهم من قواعد اللغة الإنجليزية ده شيء عنصري، يضايق الناس اللي مغتربين الريفيجيز، فمش مهم الإنجليزي يبقى كويس. في نفس الوقت سلاسل محلات الليبرالية اللي بتنادي بمقاطعة منتجات إيفانكا بتعود الديمقراطية اللي ما يعرفوش شيء عن الديمقراطية. الديمقراطية إن هم بس يفوزوا، لو خسروا يبقى ما فيش حاجة اسمها الديمقراطية. الليبرالز دول اللي نادوا بمقاطعة منتجات إيفانكا ترامب لأغراض سياسية، مبيعات منتجات شركتها وخاصة نوع من العطور مميز بيه شركتها تحقق أعلى مبيعات في أمازون دوت كوم، وفعلا يحقق يبقى بيست سيلر. يعني حاربوها من اتجاه علشان هي بنت ترامب، من الناحية التانية الأمر أصبح أفضل ليها بكتير. المسلمون يتجمعوا في تايم سكوير، ده مسلمين الريفيجيز بتوع أوباما. تايم سكوير أشهر ميادين نيويورك، بل أشهر ميادين أمريكا، ويطالبوا عايزين يصلوا في تايم سكوير ويتظاهروا ضد ترامب، وهم طبعا كالعادة بيصرخوا الله أكبر. ادي الخبر قدام حضراتكم، وادي صورة المظاهرة بتاعت المسلمين في نيويورك في تايم سكوير. ايه رأيكم؟ طب طالما بلاد الكفر دي مش عاجباكم، رحتوا ليها لاجئين ليه؟ رجل دنماركي يعاقب بجريمة التجديف لأنه أحرق القرآن، وهذه عقوبة لم تطبق على حد من 50 سنة. ده من CNN. لو كان حرق الكتاب المقدس ما كانش حد هيكلم، رغم أن أنا مش مع هذا الأمر، محدش يفهمني خطأ، ولكن الكلب مكيالين. سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تهاجم مجلس الأمن لعدائه الشديد ضد إسرائيل. على فكرة الأمم المتحدة بقت حاجة صعبة قوي، فعلا بقت هي القاعدة بتاع النظام العالمي الموحد اللي مع الإسلام ضد المسيحية واليهودية. السفيرة بتاعة أمريكا اللي هي تبع إدارة ترامب ضد الأمم في الأمم المتحدة بتتعجب من مجلس الأمن، بتقول مجلس الأمن يتجنب تماما الكلام عن حزب الله والعمائل الإرهابية اللي بيعملها، ولا الصواريخ الإيرانية اللي أرسلت لي، ولا حماس الفلسطينية الإرهابية، ولا رفض الفلسطينيين باعتراف بحقوق اليهود ولا حتى لو جزء في الأرض، ولا الهجمات الإرهابية اللي بيقوم بها المسلمين في سوريا، ولا الهجمات الإرهابية اللي بيقوم بها داعش من سيناء ضد إسرائيل. الحاجة الوحيدة الهدف مجلس الأمن هم من يدينوا إسرائيل وبس. رغم إسرائيل أيوة بتتوسع في الأرض، ولكن ما بتعملش حاجة غير ان هي بتدافع عن شعبها. للأسف معدل الانتحار بالجرعة الزائدة من الأدوية تضاعف 3 مرات من سنة 1999. ليه البشرية فقدت الرجاء؟ هل بسبب ان هي بعدت عن ربنا؟ عشان كده دلوقتي تتجه ناس كتير من البشر للانتحار. علماء الآثار بدأوا بالفعل في استكشاف قرية يعارين اللي بيقولوا هيكون فيها تابوت عهد الرب، لا أعتقد، لكن هم فعلا بيكملوا في البحث. أخبار اقتصادية العالم اللي فعلا أصبح مضطرب جدا، استمرار التحذير من الحالة الاقتصادية سيئة جدا رغم التصليحات اللي بيعملها ترامب، لكن المشاكل اللي كانت تمت والفجوات والكوارث اللي حصلت على إيدين أوباما أكبر بكتير إن هو ترامب يقدر يصلحها، وتوقع بعد منتصف مارس مشاكل اقتصادية كبيرة عالمية. المكسيك تهدد بحرب تجارية بسبب ضريبة ترامب لأجل بناء السور. انتوا عارفين ترامب بيجبر المكسيك إن هي تدفع ثمن السور عن طريق فريضة ضريبة بحطها على حاجات مكسيكية. بسبب المجاعة الشديدة في فنزويلا بعض الأفراد بيأكلوا طيور الفلامينجو اللي بيلاقوها. جي سي بيني هتقفل 130 ل 140 فرع بسبب الأحوال الاقتصادية التعبانة، وده يوضح أن فعلا الحالة الاقتصادية مش زي يعني أسوأ مما نتخيل. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، وأسف على الخبر الأولاني اللي مش عارف فين الأمم المتحدة اللي بتدعي أن هي أمم متحدة.
بوكو حرام الإرهابي الإسلامي اللي زي رسوله، ولو ما كانش زي رسوله كان المسلمين دانوه. عمري ما سمعت واحد مسلم دان بوكو حرام حتى الآن من الجهات الإسلامية الرسمية. هذا الإرهابي الإسلامي اللي بيقلد رسوله قتل حتى الآن تقريبا 100,000 مسيحي، وأكبر ما يوازي 2 مليون ما بين مسيحي وغير مسيحي على مغادرة أماكنهم في نيجيريا تحت الشعار اللي بيقولوا محو المسيحية من نيجيريا. فين الأمم المتحدة؟ فين بتعود حقوق الإنسان؟ فين المسلمين المعتدلين؟ فين؟ وعلى كل ده كلام كده، لا يوجد حاجة اسمها أمم متحدة، دي هدف واحد، ولا يوجد بتعود حقوق الإنسان، حقوق الإنسان للشواذ وللمسلمين ولغيره، ولا يوجد حاجة اسمها مسلمين معتدلين. فين؟ ليه العالم ما بيتحركش ويعاقب هذا الإرهابي؟ المسيحيين في الهند أيضا زي ما بيحصل على فكرة في مصر، بيحصل برضه في بعض مناطق في الهند، بيتعرضوا لاضطهاد شديد من قبل الهندوس، بيعتادوا عليهم، بيقتلوهم وبيهجروهم من أماكنهم. السبب الوحيد إن هم بيؤمنوا بالمسيح ورافضين يتحولوا للهندوسية. مش واخدين بالكم إن الكل اجتمع على الرب وعلى مسيحه وعلى مسيحيين زي ما قال مزمور 2؟ هندوس أكبر ومسيحيين يقفوا 17 ساعة في البرد الشديد بالتهديد، يا إما يتركوا الإيمان المسيح، وطبعا هؤلاء رفضوا وتحملوا ويفضلوا واقفين 17 ساعة في البرد الشديد ولكن مش هيسيبوا المسيح. ليه وكالات العالمية زي CNN ونيويورك تايمز وغيرها ما بتنشرش أخبار اضطهادات المسيحيين في العالم اللي زادت جدا؟ إجبار مدينة مسيحية جنوب ميشيغان على قبول بناء جامع ضخم، لأنهم لما رفضوا أوباما وعصابته هددوهم بأنهم ضد الإسلام وأجبروا المنطقة على قبول جامع رغم أن المنطقة أغلبها مسيحية. هي ليه الجوامع بتختار المناطق مش اللي فيها مسلمين كتير، لا، المناطق اللي فيها مسيحيين كتير ليه؟ وصل الأمر في بريطانيا اللي كانت في يوم من الأيام مسيحية ولكن خلاص للأسف، إنه يتم القبض على 3 مبشرين مسيحيين. عملوا إيه يا ترى؟ فجروا نفسهم زي المسلمين؟ لا، قالوا تعبيرات كراهية ولا داء ولا سقوا عربيات وسط الناس زي المسلمين؟ لا، كل اللي عملوه تهمتهم إيه؟ بيبشروا بالمسيح في الشوارع. التهمة دي مش في مصر ولا في السعودية، التهمة دي أصبحت في إنجلترا. تهمة التبشير بيتقبض عليه وبيتحاكم أصبحت في إنجلترا. فعلا وصلنا للزمن اللي كل فعلا بيقتلنا بيفكر إن هو بيقدم خدمة لإله. سيدة في ميشيغان تشتكي إن محلات سام رفضت وضع صليب على تورتة عيد ميلاد ابنها. تحط لها أي رمز، علامة شيطان مش مشكلة، هلال إسلامي مش مشكلة، علامة جيز مش مشكلة، الحاجة الوحيدة اللي ما تحطهاش هو الصليب. أي رمز مهما كان قذر، إن شاء الله أحيانا بيحطوا علامات قذرة جنسية، الحاجة الوحيدة اللي ما تتحطش هو الصليب. إيه رأيكم؟ أولياء الأمور يعترضوا بشدة في نيوجيرسي وبيقولوا المدارس بقت معاييرها مختلفة، بتكيل بمكيالين. في نفس الوقت للمدارس تحت شعار الحرية تمنع الكتاب المقدس تماما والاقتباس منه والكلام عنه تحت ادعاء ان هو ديني، قالوا بيضايق ناس، في نفس الوقت بتعلم الأطفال المبادئ الإسلامية والفرائض الإسلامية الخمسة وبعض نصوص القرآن ضد إرادة أولياء الأمور المسيحيين. أقول إيه؟ الكلام ده مش في مصر، الكلام ده في نيوجيرسي في أمريكا. إيه رأيكم؟ عشان دايما اللي يستخدم التعليم كدليل إن الحاجة صحيحة. لا، مش دايما. للأسف أحيانا الشيطان بيعرف يسيطر أحيانا على التعليم. مجموعات إلحادية تجبر مدارس في بنسلفانيا لإزالة اللوحات اللي تحمل الوصايا 10، ده من فوكس نيوز.
ليه الملحدين ما بيستحملوش الوصايا العشر؟ دي شكوى من واحدة. وصايا العشرة لو قابل بيها 100,000 شخص، الشكوى من واحدة ملحدة قال ضايقتها، it was offended, she was offended بلوحة الوصايا العشرة. ايه اللي فيها وصايا العشرة تضايق شخص؟ لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، هي دي اللي بتضايق ولا ايه بالظبط؟ اكرم اباك وامك، لا تشتهي امرأة قريبك، هو ده اللي يضايق؟ ايه اللي في الوصايا العشر بيضايق الملحدين ما بيستحملوهاش؟ حاجة غريبة، لكن الملحدين بالنسبة لهم في امريكا عادي، الرموز الشيطانية عادي، الرموز الإسلامية يا حرام دول غصب عنهم. مجموعة إنسانية، دايما الملحدين يتسموا زي المسلمين بالظبط، شعارات كبيرة تطلع كده، مجموعة إنسانية طبعا دول ملحدين، يطالبوا مدرسة في تكساس بإزالة العروض المسيحية بفصولها. ليه؟ مش برضو دول بشر المسيحيين من حقهم يعملوا العروض اللي هم عايزينها؟ تمثال للمسيح أمام كنيسة في إنديانوبلس، يكسروا رأس التمثال مرتين في أسبوعين، ده من فوكس 59. ليه؟ مش مستحملين ليه التمثال؟ للأسف سلسلة محلات العائلة المسيحية للكتب اللي تقريبا فوق 85 سنة فاتحة، هتقفل 240 فرع ليها في أمريكا. للأسف دايما الشيطان بيعمل على منع انتشار كلمة ربنا، لكن رب الله لا يترك نفسه بلا شاهد. تدمير 100 شاهد قبور في مقبرة تاريخية يهودية في أمريكا. وطبعا لما حققوا اللي عمل الموضوع ده مين؟ مسلمين. مسلمين بيروحوا أمريكا لاجئين، وأول حاجة يفكروا فيها يروحوا المقابر اليهودية يخربوا فيها ويكسروا الشواهد اللي موجودة على القبور. ده من التليجراف، مسلم أمريكانز. ده إيه الشر اللي في قلوب الناس دي؟ هذا اللي بيعملوه المسلمين. اليهود والسيخ يتظاهرون ويقدمون بطلب للمحكمة العليا اعتراض على معاقبة العسكرية الأمريكية المسيحية اللي عوقبت، وإيه جريمتها البشعة؟ كل اللي عملته إن هي حطت عدد من الكتاب المقدس، والمحكمة الإدارية ما نصفتهاش. فاليهود والسيخ بيتظاهروا بيقولوا كلام ده ظلم. ليه؟ لأنه عارفين إنه الدور هيجي عليهم، وزي الظلم اللي بيتعرضوا له، الظلم الشديد اللي بيتعرضوا له المسيحيين في أمريكا، برضه هيتعرضوا له اليهود كمان. هوليود اللي أصبحت حاجة لا توصف من الشيطان، يقيم في هوليود تمثال لمغني مصلوب مثل المسيح. طبعا لو المسيحيين اشتكوا هيقولوا لهم دي حرية، لكن واحد ملحد يشتكي من تمثال حقيقي مسيحي يشلوه على طول. هوليود تعمل تمثال لواحد مغني راب على شكل المسيح مصلوب، محدش يقدر يتكلم. ليه الكلمة نكية؟ ليه؟ الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له، وأسف طولت. في البداية أبدأ بخبر كويس، ترامب يعمل على إلغاء أو عمل على إلغاء بعض قرارات أوباما لحمامات الشواذ. أنتوا عارفين أن أوباما كفيدرال كان بيجبر كل الولايات غصب عنها أن هي تخلي حمامات المدارس نيوترال، جندر نيوترال، علشان خاطر سواد عيون الشواذ. ترامب دلوقتي بيلغي القرارات دي. أشكر ربنا جدا أن هو بدأ يظهر إصلاح في النقطة دي، لأنه كنا ابتدينا نحس أنه ابتدى يتأخر في النقطة دي. ده من فوكس نيوز. طبعا هو كل الموضوع أن هو بيلغي الإجبار الفيدرالي ويعيد القرار لكل ولاية تعمل اللي هي عايزاه. على طول شركة أبل تهاجم ترامب بسبب القرار ده، وده من CNN. على فكرة مش بس السياسيين ولا رجال الإعلام الفيك نيوز زي CNN وغيره، ولا الممثلين اللي بيعملوا حاجات شيطانية الليبرالز، المسلمين يهاجموا ترامب. ومين مع دول كلهم؟ اللي يبين فعلا الساحرات.
الساحرات في أمريكا بدأوا يتجمعوا في شعائر شيطانية كبيرة ضد ترامب، قال عشان يلعنوا ترامب وكل من يسانده. متخيلين؟ وحصل أكتر من مرة. بالإضافة لده مزيد من الساحرات معاهم مغنيين زي مؤيدي ليدي جاجا اللي بتعمل طقوس شيطانية في حفلاتها، وأتباع الشياطين ينظموا أنفسهم لإلقاء تعويذات للتخلص من ترامب، وده من الاندبندنت. أيضا مجموعة ساحرات وسحرة في شيكاغو يلقون تعويذة على ترامب بالقرب من برج ترامب في شيكاغو. آدي منظرهم لما اجتمعوا. حاجة غريبة، المسيحيين بيصلوا لهذا الرجل، وفي المقابل السحرة وأتباع الشياطين والملحدين زي بيل ماهر الكذاب والممثلين بتوع الحاجات القذرة ومتحررين ومسلمين وعبدة الشياطين كلهم قاعدين يلعنوا فيه. فعلا ترامب ده جه في وقت بدأ يفصل الحنطة عن الزوان في أمريكا. للأسف فعلا الدولة دي اتقسمت على نفسها وعشان كده هتخرب، ولكن هو كل اللي عمله انه وضح الحنطة من الزوان، وضح ان فعلا الزوان ازاي قرب يستوي جدا في أمريكا. وبالفعل الموضوع في أمريكا أصبح حرب روحية. كل اللي بيتبعوا الشيطان من ملحدين ومسلمين وشواذ وكل الناس دول وكلهم في كفة، وبهوليود بتاعت الحاجات الخليعة والفيك نيوز والخطط الشيطانية وسي ان ان وغيره كلهم في كفة، والمسيحيين في كفة تانية. الشيء الغريب، وانا لا اؤمن بالصدفة، عارفين السحرة دولة وبتوع عباد الشيطان لما بيجتمعوا ويقولوا تعويذات بتاعتهم ضد ترامب لازم بيختاروا انه توقيت يكون الهلال فوق البرج بتاع ترامب مباشرة، علشان الهلال رمز للشيطان اللي بيتبعوه وعشان يلقي اللعنات بتاعته على ترامب. مصادفة؟ ها؟ عبدة الشيطان بتعوت السحر ولعن ترامب بيتبعوا الهلال بتعوت الله أكبر، نفس الرمز، هلال بن شاخر، الاسم العبري ليه هلال، مش بالصدفة. أيضا المتظاهرين الليبرالز في لويزيانا يفقدوا السيطرة، يفقدوا أعصابهم تماما. ليه اللي حصل؟ حد شتمهم؟ لا لا سمح الله، لما ابتدوا الاجتماع بالصلاة باسم المسيح، ازاي وازاي تصلوا باسم المسيح، فقدوا أعصابهم. فعلا الشيطان بدأ يعلن عن نفسه بوضوح. الشيطان عارف ان خلاص ليه زمان يسير وزمان قليل قوي، فبقى خلاص مش فارق معاه هو يتكشف، المهم يلحق على قد ما يقدر. لاعبة سلة شهيرة تقاعدت بتقول انها كان يتم التحرش بيها ومضايقتها من اللاعبات الشواذ لانها مستقيمة. وعلى فكرة بتقول الست دي بوضوح، دي قالت حاجة مهمة، في ال WNBA وغيرها المسيحيين مش بيضايقوا الشواذ، الحقيقة اللي بيحصل العكس. الإعلام الأمريكي بيقدم لك صورة مقلوبة، يا حرام مش الشواذ مضطهدين وحقوقنا وغصب عننا، لا العكس، ده الشواذ هم من اللي بيضايقوا المستقيمين وليس العكس. لأجل الشواذ جامعة أمريكية تحذر الأساتذة من أن لا يفترضوا جنس أي طالب. يا سلام، يعني البروفيسور يبقى واقف قدامه طالب كامل وما يقدرش يتجرأ ويقول له انت او انتي. ليه؟ علشان لا يكون هو بنت محبوسة في جسم واد، فلو قال له يا واد يضايقها نفسيا. انا مش عارف اقول ايه. الفيسبوك بس رجع اعتذر، انا سمعت، يلغي حساب ام مسيحية بسبب اقتباس من الكتاب المقدس ضد الشواذ. قول اللي انت عايزه واشتم وهاجم الكتاب المقدس والعن واعمل، محدش يكلمك. تقتبس عدد من الكتاب المقدس بيقول الشذوذ خطية، دي تبقى جريمة كراهية، يتقفل لك حسابك على الفيسبوك. أنا مش عارف أقول إيه. كاليفورنيا تلغي سفر كل الطلبة للولايات اللي بيصنفوها إن هي ضد الشواذ، ده من الاندبندنت. طب يا ترى هل هيبقوا قابلين لو الولايات دي منعت سفر الطلبة لكاليفورنيا عشان كاليفورنيا بتشجع الشذوذ؟ ليه كلب مكيالين؟
بسبب سياسة تكساس وإن الجنس هو بتاع الميلاد. الرياضة، الأولاد المتحولين جنسيا كانوا بنات وتحولوا بيدعوا إن هم ولاد هيصارعوا في الألعاب الرياضية ضد البنات. إيه اللخبطة اللي فيها هذا الشعب؟ الشعب ده على فكرة جاب نهايته بإيده، فعلا أصبح زي صدوم معمورة وأكتر، وهيستحق العقاب للأسف. طلب لكل الأساتذة اللي موجودين في الغرفة، ال400 وشوية أخ رائع، وال100 اللي موجودين على اليوتيوب، رجاء محبة الأخبار اللي بقولها مش عشان أخبار، رجاء محبة الأخبار اللي أنا بقولها دي علشان فعلا نفكر في حياتنا الأبدية. فعلا سؤال بوجهه ليا ولحضراتكم جميعا، ال500 أخ أو الأسرة اللي بيسمعوني، لو لا قدر الله أي حد مننا سلم ودعته النهاردة، هيكون رايح فين؟ أرجو أن تسأل كل واحد نفسه، رجاء محبة اسأل نفسك النهاردة هتروح فين لو كنت هتسلم ودعتك النهاردة. ربنا يديكم طولة العمر. ولو المسيح جه بكرة، يا ترى هنقابله بأنه وش؟ وش الفرح ولا وش الكسوف؟ ونقول نختبئ في المغابر ونغاير ونقول الجبال اسقطي علينا. ده اللي بطلبه النهاردة، تقوم وتقدم استعد تقدم قدام ربنا توبة حقيقية عن أي خطية كانت مسيطرة عليك. رسالة بحملها لك، استعد لاستقبال العريس اللي ممكن يجي في أي وقت أو ممكن نقابله في أي وقت. رجاء محبة أبوس إيديكم جميعا، أنا خدام أرجلكم. كل واحد يسأل نفسه النهاردة دلوقتي، لو سلمت ودعتك النهاردة هتكون فين؟ يا ترى في فردوس ولا ترى في مكان تاني لان انت ملحقتش تستعد؟ لو المسيح جه بكره هتقابله بانه وش؟ وش الفرحان بمجيء العريس اللي كان منتظر ومستعد له، ولا وش المكسوف؟ ده اللي بقوله. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. امين تعالى ايها الرب يسوع.